وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين مدينة الكفل بشمسها الذهبية تقع على نهر الفرات جنوبي مدينة الحلة بمسافة 27 كيلومتراً تلامس وتغازل مياه الفرات ونخله الذي سطر كل الحكايات منذ الديانات الأولى وفجر تاريخها حيث كان لنبي الله حزقيال قرابة جميلة مع خيرها إذ بنى مدرسة من سيقان هذا النخيل واحتمى من حر شمس العراق بظلال سعفها الأخضر الذي احتضن أنبياء الله ولا عجب إذ قال لمريم وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا وكان لهذه المدرسة الأثر العظيم في إعادة شريعة موسى إلى الحياة وكتابه التوراة والتلمود أيام السبي البابلي الثاني ومنذ أن بنى ملك يهوذا باختياه قبر نبي الله حزقيال قبل 350 سنة قبل الميلاد مرت بمراحل متعددة حيث كانت مدرسة كبيرة درس بها رهبان وحاخامات اليهود بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين لقد اختار الله العراق وطنا لأنبيائه وتمثلت حركة التاريخ المقدسة من خلال حركة وترحال نبي الله إبراهيم عليه السلام
حيث غادر العراق وانطلق إلى أرض كنعان ثم إلى مصر ثم عودة إلى أرض كنعان، ورزقه الله بإسحاق وإسماعيل. وبعد إسحاق جاء نبي الله يعقوب وجاء أبنائه الاثنى عشر ومنهم يوسف، وانطلق إلى مصر والقصة معروفة، وتكونت أمة بني إسرائيل في مصر أيام الفراعنة، وهذا قبل التأريخ أي قبل الميلاد. وبعد أن حرر الله هذه الأمة التي آمنت به من خلال نبي الله موسى وعودتهم من مصر إلى أرض كنعان، بدأت حقبة زمنية جديدة، ولكن هذه الحقبة كانت خلاقة جدا، إذ تكونت حضارة عملاقة وكانت عاصمتها أورشليم القدس، وحكم نبي الله داود وسليمان. ومن الطبيعي جدا وفي تلك الفترة من صراع الحضارات ما بين البابليين والآشوريين والفراعنة واليونان والرومان، إلى مأخذ قد يغير وجه التاريخ بنسبة معينة أو بحال آخر لهذه الأمة التي آمنت بالإله الواحد الأحد. فكان السبي الأول والسبي الثاني، وما يهمنا في هذا البحث هو السبي الثاني الذي جاء على يد نبوخذنصر، وهذا السبي له قصة وموضوع آخر قوي سنأتي على ذكره. فجاء باليهود إلى مدينة بابل العظيمة آنذاك التي امتلأت سحراً وجمالاً وقوة، وكان عددهم 10,000 من الحدادين والعمال والفنيين، 7,000 من المحاربين، 1,000 من صانعي الأقفال. وهنا أقف عند هذه النقطة المهمة، الأقفال التي تعني ما تعني هو الحفاظ على الكنوز الهائلة التي كانت تمتلكها حضارة بابل. وكان من ضمن هذا السبي باروخ تلميذ نبي الله حزقيال، وهو الكاهن الأكبر في هيكل أورشليم. فجاء هذا الحشد إلى مدينة بابل، ولكن لنقف عند حد معين لنرى ما هو هذا التعامل وما هذه الصفة التي امتلكها اليهود آنذاك في هذه الحضارة العظيمة التي امتلكت جملة من القوانين وجملة من الشرائع تحيط بحضارتهم، وهي حقوق الإنسان التي لا يمكن أن نغادر هذه الفقرة دون أن نقف عند حدها، وإلا كيف امتلأت هذه المدينة بالسحر والجمال والحب والعاطفة والأساطير. ولكن أطلق الشعب اليهودي إلى خارج أسوار مدينة بابل، ولكن كيف؟ أعطاهم أراضي حول ضفاف نهر الفرات، ووزعهم على شكل كابينات متنقلة امتدت جنوب مدينة بابل إلى 30 أو 35 كيلومتر، وهذه أعطتهم القوة والمقدرة الاقتصادية، إذ هم استغلوا هذه الأراضي بالزراعة وتربية المواشي والأغنام، وبالتالي ما تلت من صناعات
من غزل ونسيج وأعمال الخشب والحديد والنحاس، فأعطتهم القدرة الاقتصادية الكبيرة. وبعد أن استقر الأمر لهذا الحشد من اليهود في مدينة بابل، أراد الله شيئا ذكر في التوراة، ألا وهو عودة اليهود إلى شريعة موسى، فأنزل النبوة على حزقيال في أرض بابل. فباشر هذا النبي العزيز، هذا النبي المكرم عليه السلام، بالعودة بالشريعة السمحاء لنبي الله موسى، إذ انطلق ببناء مدرسة قرب مدينة الكفل المعروفة الآن جنوب مدينة الحلة، وهي تسمى باليهودية بشتينة أو بشيتة. هذا الأمر استطاع أن يجمع حاخامات اليهود وتلامذته، ومكنته القدرة الاقتصادية للشعب اليهودي آنذاك أن يستطيع بفلسفته الجديدة أن يأخذ المأخذ الجديد لهذه الديانة، ألا وهي الذات الشخصية للفرد اليهودي، إذ ذكر أنه استطاع أن يخرج اليهود أو يخرجهم من الحلقة الإدارية التي تكون المسؤولية على الجميع إلى مسؤولية الفرد، إذ يكون هو مسؤول عن شخصه وعن أعماله الخاصة. وبذلك أطلق مفهوماً آخر، ألا وهو أن يسكن بسلام على هذه الأرض، وتكون أورشليم هي القبلة، وليس من الضروري أن يهاجر، وليس من الضروري أن يعمل الحرب أو المعاكسة مع هذه الحضارة التي أعطت للشعب اليهودي قدرات حقيقية من العمل ومن حقوق الإنسان ومن الرفاهية والسلام، وذلك بشهادات كثيرة ذكرت في التوراة. ذوالكفل عليه السلام ما أريد أن أركز عليه أو ما اشتهر عليه في التاريخ أنه هو حزقيال النبي، يعني أن حزقيال هو ذوالكفل، اسم حزقيال ولقبه ذوالكفل. وسبب هذا اللقب أيضا هناك اختلاف فيه من قبل المؤرخين، بعضهم ذكر أنه يعني لقب بذوالكفل عليه السلام لأنه تكفل لنبي من الأنبياء، وقيل لنبي الله اليسع عليه السلام بأن يقوم أو أن يحل محله أو أن يفي بما عهده عليه بأن يقضي بين الناس بالحق ولا يغضب وأن يصوم النهار ويقوم الليل، ووفى بذلك فسمي بذي الكفل، بناء على أنه الكفل تأتي بعدة معاني، معنى النصيب ومعنى العهد، فبهذا المعنى أنه تعاهد فبمعنى تكفل فسمي بذي الكفل. والرواية تقول أنه، وهذه رواية ممكن أن تكون رواية صحيحة وقوية، أن له ضعف ثواب الأنبياء فسمي بذي الكفل، لأن الكفل بمعنى الضعف أيضا، فله ضعف ثواب الأنبياء فسمي بذي الكفل. رواية تقول أنه، وهي رواية الديانة اليهودية، تقول أنه تكفل لنجاة اليهود من سبي نبوخذ نصر، ورواية تقول أنه نجى أو تكفل لسبعين نبيا ونجاهم من القتل.
هذا ما يعني مجمل ما يخص اسم ذي الكفل عليه السلام ولقب ذي الكفل عليه السلام ولماذا لقب بذي الكفل أيضا. والنبي عليه السلام هو مقدس في الديانات السماوية الثلاثة، مقدس عند الديانة المسيحية ومقدس عند الديانة اليهودية ومقدس أيضا عند المسلمين. مقدس عند المسلمين لأنه قد ذكر في القرآن مرتين، هذا فد شيء من النص القرآني، وأن الروايات الإسلامية يعني هناك كم هائل من الروايات تشير أو تحث المسلمين على تقديس الأنبياء واحترام الأنبياء، حتى القرآن يقول لا نفرق بين أحد منهم سواء النبي صلى الله عليه وآله أو غير النبي من باقي الأنبياء من آدم إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله. هذا من جهة المسلمين. من جهة اليهود والمسيح لأنه مذكور عندهم وجاء بالسبي البابلي وهو أحد أنبياء السبي مع نبي الله دانيال، فاليهود يقدسونه يعني تقديس كبير ولهم مواسم ويعني محددة على طول السنة يزورونه بأعداد هائلة. طبعا الكلام هذا آنذاك، الآن ماكو زيارات بكم هائل من قبل باقي الديانات. الآن يعني زائري هذا المرقد الشريف هم متنوعين، يعني مسيح يزورونه، يهود يزورونه، مسلمين يزورونه بكل طوائفهم. كأمانة خاصة في المزار متولية لهذا المزار، نحن لا نسأل الزائر أو الوافد إلى المزار عن دينه، نحن نستقبل الشخص الذي يأتي إلى المزار كزائر ووافد، ويعني بالعكس يعني منتسبي أو خدمة المزار يشددون في الاحترام والتقديس للزائر الأجنبي أكثر من الزائر المسلم، وهذا هو الإسلام، مو يعني هم متعمدين أن يبينوا أنهم هم كذا، لا لا، هو إسلامنا هكذا، هو إسلامنا هكذا أنه يحترم الديانات الباقية ويعطي حقوقها كاملة. وزين المرقد بالنقوش والزغارف التي امتازت بالألوان الزاهية والجميلة التي تعبر عن روحية الشعب اليهودي حول الأرض والكون لما جاءت به التوراة، فنشاهد القباب المرتفعة التي تتوسطها قبة شامخة ومنارة ترتفع عاليا، وعلى هذا النسق يحاذي القبر الشريف سوق دانيال الذي تميز بنفس طريقة روحانية البناء. ودانيال تلك الشخصية التي حضرت مع السبي وخصها الله بنبوته على أرض بابل، حيث أعطاه القدرة العلمية على تفسير وتأويل الأحلام للملك البابلي نبوخذ نصر، مما جعله رفيع الشأن والموقع. امتاز القبر بجدرانه التي نقشت بالكثير من أسفار التوراة، ولا يزال باقيا منها الكثير رغم عوامل التقدم والتعرية، إذ يؤشر على حقبة زمنية امتازت بالروحانية الدينية. وإلى جانب القبر هناك ما يعرف بالأراسي، وهي أماكن مرتفعة يجلس بها رجال الدين من رهبان وحخامات لقراءة التوراة وترتيل الأناشيد. Vahe Beshallah Pa'on Etam Velona Ham Elohim Derech Eretz Pelishtim Ki Karovu Ki Amar Elohim
بنين حمام بغتام الحمام بشاب مصايمة. وتدحرج الزمن سريعا وتحركت أوصاله وذهبنا بشوط بعيد وتلاشت الحضارات وانفك عظها وجاءت الحضارة الإسلامية، ذلك النور الذي أشرق على الأرض بمحمد وآل بيت محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام. يا صلِّ وسلِّم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي، صلِّ وسلِّم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين، محمد. وبانتقال الخلافة ومركزها إلى مدينة الكوفة المعظمة التي بجوارها هذا القبر الشريف، كان لعلي بن أبي طالب هذا الإمام المقدس هذا الإمام العظيم فكرة أخرى وشيئا عظيما من دائرة الحق. ومن حركة الإمام المقدسة أن نزل بجامع براثة ونزل إلى مدينة الحلة حيث نبي الله أيوب وموطن إبراهيم، وانطلق إلى نبي الله حزقيال إذ صلى هناك وكان مكانا يتعبد به اليهود ويدفنون موتاهم، لأن هذا المكان لن يضم حزقيال فقط، إنما ضم تلميذه باروخ ويوشع ولاوي وآخرون. وانقسم الأمر إلى مسجد ومعبد، ولن يلغي هذا المكان لأنه امتداد طبيعي للنبوات السماوية. وبهذا يؤشر هذا المؤشر الكبير على قول الإمام، وكما ذكر إن الإمام عليه السلام قال: لو بسطت لي الوسادة لحكمت أهل التوراة بتوراتهم وأهل الإنجيل بإنجيلهم وأهل الزبور بزبورهم. وأهل القرآن هو سيد المكان بدون منازع. هذه الإشارة الجميلة وهذه المواقف الرائعة أكدت على التسامح الديني وعلى الفرصة الجميلة لبني الإنسان كما أراد الله من حب وتفاني وتسامح من خلال منظور واحد، إن الله عز وجل يحب ما خلق من البشرية وخاصة الإنسان الذي كرمه بعدة آيات من القرآن الكريم. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل، أشبي أشبي يا إد بني إسرائيل لمو فكود يفكود إلهيم إتخم وهعليتم إتعصمتاي. يعني واقعا وحسب مطالعتنا وعلمنا لواقع يعني لتاريخ المرقد الشريف، حصلنا على يعني مصادر تاريخية تشير على أن أول الإشارات التاريخية أو أولى الإشارات التاريخية إلى وجود القبر الشريف في هذا المكان هو سؤال أمير المؤمنين عليه السلام لأصحابه في هذا المكان،
وفي النخيلة قبر عظيم يدفن اليهود موتاهم حوله. هذا نص الحديث. فيشير الإمام عليه السلام إلى وجود هذا القبر الشريف، وكان يعني تاريخ في سنة 36 للهجرة. في سنة 561 للهجرة أكو إشارة أخرى أشار إليها الرحالة بن يامين التطلي لما زار، يعني زار أو نقل له، لأنه في الرحلة مالته يقول بعض الأماكن نقل لي ما موجود فيها ما شفتها أنا. فوصف لنا المكان أنه مكان كبير وبناء فخم وفيه 60 برج، وبين برج وبرج أكو صومعة للعبادة، هيك يذكر الوصف. بعد سنة يعني بعد بعشرة أو 15 سنة إجى رحالة آخر اسمه فتاحية أو بتاخية، أشار إلى أنه المكان يعني هذا وجود كوجود بناء وقبر، يعني موشات بالذهب والخرز المذهبة. بعدين تمت إشارات أخرى تاريخية تشير إلى وجود المسجد العفو المرقد الشريف. فكان المكان في رعاية المسلمين واهتمام المسلمين بصورة كبيرة من أيام أمير المؤمنين إلى ما بعد، حتى أن قضية تشييد المسجد لم تكن حديثة، يعني لم تكن في سنة 703 هجرية أو 1304 ميلادي، لا، كان في النخيلة عدة مساجد. هذا هو المسجد الجامع الكبير، وكان من أئمته راوي حديث الإمام علي بن أبي طالب هو عباد بن الربيع، وكان يخطب في هذا المكان. لكن في سنة 703 لا، شيد المرقد والمسجد بحجم وعمارة هندسية كبيرة جدا. اليوم من شواخصها موجود، مثل القبة الموجودة المخروطة، القبر الشريف، المنارة الموجودة، الأبراج المجاورة، هذه كلها من أبنية العهد الإيرخاني القديم، يعني عمرها أكثر من 720 سنة الآن تقريبا. وهذه المنارة هي من المنائر والمآذن الآن أصبحت النادرة واليتيمة، من الزغرفة، من البناء، من المعمار، يعني حتى النقوش وأروع ما في، يعني أروع هذه النقوش هذه الكتابة اللي مكتوبة عليها يعني ودي حب محمد وعلي، وبها يعني اسم السلطان المعظم غياث الدين والدنيا والجايته محمد خدابندة. محمد خدابندة، خدابندة يعني عبد الله، بس هو بالفارسي خدابندة. وعلى بعد أمتار من القبر الشريف نواجه محراب حزقيال الذي يصلي ويتعبد فيه، والذي تلاه من بعده تلامذته ولا يزال قائما لحد الآن. ومن خلال هندسة البناء وفخامته وكبر مساحته يتبين لنا أهميته الدينية والأثرية والحضارية والثقافية، لما له من مشتركات لكل الأديان السماوية. بقراءة بسيطة لخارطة العراق الاجتماعية ومنذ فجر التاريخ وإلى يومنا هذا، نجد أن هذا البلد وادي الرافدين يعج بالأفكار والأديان المختلفة، ومن طبيعته روح التسامح للشخصية العراقية وتكوينه النفسي. ترجم السلوك الإنساني ضمن دائرة التعايش والتسامح الديني، وتعاطى مع هذا الأمر بكثير من الحب والعاطفة والتلذذ بمعرفة ثقافة الغير بما لها من تأثير في حركة الإنتاج الإنساني والمعرفي، والذي يحاكي النفس المطمئنة والمستقرة
بالخير والبركة لأنهم أبناء وادي الرافدين. يعني أنا ذكرت أنه الوفود وزائري المرقد الآن يعني يأتون كثير، لا نسأل عن دينهم، يأتي من بريطانيا وألمانيا وكندا وأمريكا وإيران والسعودية ويعني دول الخليج وشمال العراق وجنوب العراق. طبيعتنا هنا أنه ما نسأل، ذكرت أنه ما نسأل عن دينه من هو، لكن يعني يبقى احتمال أنه هذا أكيد بما أنه أجنبي بريطاني أو فرنسي أو ألماني وعنده ديانة إما يهودية أو مسيحية. لكن الزائرين اللي الآن يأتون إلى المزار يأتون على شكل يعني سائح، لا على شكل يعني زائر لمكان ديني، إنما لمكان تاريخي وأثري، فيأتي من باب السياحة لا من باب الزيارة والدعاء. بينما زائري يعني إيران أو الخليج أو العراق من شماله لا يقصدونه للأمرين، أمر السياحة وأمر الزيارة. أما الوفود الأجنبية فتقصده لأجل السياحة يعني التاريخ. بالنسبة لنا كمسلمين فتقديس الديانات كافة هذا منهجنا في الدين الإسلامي، يعني ما عندنا مشكلة في زيارة المسيحي أو اليهودي أو المسلم، وفعلا دا يجينا زوار من كافة الديانات المسيحية واليهودية والصابئة والمسلمين، كل الديانات وما عندنا بها أي مشكلة، ودا يلاقون نفس الترحيب والاحترام وتقديم الخدمات، ودا يطلعون مرتاحين ويعني مسرورين من هذا الوضع. مجموعة من أساتذة جامعة البصرة ومجموعة من طلبة يبلغ عددهم أكثر من 100 طالب، جئنا لزيارة هذا المكان الشريف مرقد النبي ذي الكفل لنطلع على المعالم الأثرية في العراق وفي بابل خاصة، ولنعمق فكرة في وجداننا وفي ثقافتنا أن أنبياء الله جميعا هم أنبياء الإسلام، لا نفرق بين أحد منهم، نقدسهم جميعا ابتداء من نبينا آدم إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كلهم أنبياؤنا وأئمتنا، نحن نسير على منهجهم، كانوا لا يفرقون بين أحد، بدليل أن هذا المقام هو مقام يزوره اليهود باعتبار أن ذا الكفل واحدا من أنبيائهم. الإمام عليه السلام الله عليه اتخذه مسجدا، ومن هذا التاريخ القديم اليهود كانوا يزورون المكان والمسلمون يزورون المكان. ثقافتنا التي علمنا إياها أئمتنا وعلماؤنا أننا نحب الأديان جميعا ونحب المتدينين جميعا، سواء كانوا من المسيحيين أو اليهود أو الصابئة. هذا العراق له طابع خاص ومزاج خاص، العراق يحتضن مراقد الأنبياء والأئمة ويحتضن كل الأطياف الدينية، وعاش على وئام ووفاق طيلة قرون عديدة، حتى أن كثيرا من خلفائنا خلفاء المسلمين كان منهم، كان طبيبهم والمقرب إليهم والمستشار، أحيانا يكون يهوديا أحيانا يكون نصرانيا أحيانا يكون صابئيا، والأمثلة والنماذج عندنا كثيرة. عراقنا اليوم يحتاج إلى هذه الثقافة، ثقافة المحبة والتسامح والتعايش بين الأديان. وأعتقد جازما أن ما شهدناه بالفترة الأخيرة من عدوانية بعض الأطراف ضد الأديان جميعا، ضد المسلمين ضد اليهود ضد النصارى، أنا أعتقد أن هذه ثقافة طارئة وثقافة مسيسة
هناك جهات معينة تدفع بهؤلاء، وإلا طبيعة العراقي كل تاريخنا وحياتنا الاجتماعية تدل على أننا شعب واحد، نحن متدينون ولنا رب واحد. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعود إلا الله، هذه الكلمة التي توحدنا جميعا، اليهود والنصارى والمسيحيون والصابئة يعبدون الله، فهذه مرتكز وعامل توحيدي يجمعنا جميعا. بالإضافة إلى هذا العامل نضيف له عامل الوطن، فكلنا عراقيون ونعيش في هذا الوطن ونحب كل الأطياف، ولا حياة للعراق إلا بهذه الأطياف المتعددة. هذا المنظر حقيقة زادنا رهبة وقربنا إلى التاريخ وقربنا إلى الله سبحانه وتعالى، وأعطانا درسا كيف نعيش وكيف نتحاب وكيف نبني بلدنا العزيز. احنا جايين هنا من محافظة بغداد، واني مسيحية جاية ويا جواريني ويا صديقاتي المسلمين، واحنا ماكو فرق بيناتنا. جينا نزور هذا الكفل، هو الكفل الأثري يلم وجميع أولياء كافة أصحاب الله، فماكو فرق، فنحن كل جميعا خلقة رب العالمين، الله خلقنا من التراب وإلى التراب راجعين، ففي نهاية العالم الله ما يفرق بين المسيحي والكردي والمسلم والعربي، كل إنسان على أعماله وعلى أفعاله وعلى أخلاقه، هو هذا اللي الله يقربهم من عنده. وطبعا هذا كلش حلو، فشي أثري وجميل، وإن شاء الله الكل يزوروه لأنه فشي يعني جدا رائع، ويلم جميع أصحاب الله من جميع الأديان. احنا مجموعة جينا من بغداد مسيحيين وإسلام لزيارة مرقد ذو الكفل، وذو الكفل من الأنبياء المذكورين في الكتاب المقدس وفي التوراة وفي القرآن الكريم، وكل الأديان السماوية تنتمي إلى دين واحد وإلى رب واحد هو الله، والنبي ذو الكفل هو مقدس في الأديان الثلاثة، ونحن في العراق نعيش سوية مع إخواننا المسلمين في بحبوحة كاملة، ولا نفرق بين مسلم ومسيحي سوى أن الكل هم عراقيين. وأنا أريد أن أقول إلى الشعب الإسرائيلي دائما يتهم الحكومة العراقية بأنه محت هذا الأثر عن الوجود، ولكن نقول لهم نحن في مرقد النبي ذي الكفل، ونحن نشاهد الإعمار الذي جرى في هذا المرقد من قبل الحكومة الحالية في العراق. اليوم نحن نسعى إلى الحفاظ كما شاهدتم ورأيتم إلى كل المعالم العراقية، بغض النظر على أن تكون هذه المعالم الموجودة هي يهودية إسلامية مسيحية، يعني ترجع إلى عهد نبوخذنصر الذي لا دين له مثلا ولا مذهب ولا يقر بوحدانية الله، هم إذا وجدنا فتشي يعود إلى نبوخذنصر هم شو راح نسوي؟ راح نقول أنه نصينا باعتبار التراث عراقي يجب أن يحافظ عليه وهو يمثل حضارة العراق. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا من مدينة بغداد، صار عمر ويا جوارينا وأصدقائنا اللي هم المسيح من مدينة الموصل، وثلاثين سنة احنا وياهم أكل وشرب وطبة وطلعة، ماكو فرق بين يهودي أو مسيحي أو كردي أو عربي أو سني أو شيعي، كلنا أهل وحبايب، وأي مكان أو أي مرقد أو أي أثر موجود هنا بغداد احنا ناخذ أحبابنا ويانا وأصدقائنا المسيح أو الأكراد، نفتر بهم جميع مناطق ومراقد الأنبياء الموجودة في بغداد. والآن احنا مو بس جايين نزور مرقد ذو الكفل، بل راح نذهب لكربلاء ونجف وإن شاء الله الكاظم، وإحنا من منطقة الكاظم أيضا، المسيح ويانا وجايين نفتر في المراقد الدينية. وانتقل هذا الأمر سنينا بعد سنين وأياما بعد أيام، لا يفارق الحب هذه المجاميع البشرية إن كانت من اليهود أو المسيح أو الصابئة أو المسلمين، إذ كانوا يزورون هذا المكان بأعياد اليهود وبالمناسبات الدينية لكل الطوائف والأديان، ويتحقق ذلك
من خلال مشاركة الناس الذين يسكنون حول هذه الأماكن المقدسة، ويتبادلون التهاني، ويتبادلون الحب، ويتبادلون الكرم، إذ إن الأعراب هم أهل كرم. وكانت هذه العشائر المحيطة بمدينة ذو الكفل الذي هو نفسه حصيال كما ورد في الكتب، يقدمون الكثير من العطاء والكثير من الضيافة إلى كل زائر. هكذا هذا الوطن الذي كانت بطنه تملأ الدنيا حباً، وتملأ الدنيا عشقاً، وتملأ الدنيا اتصالاً بالخيط الإلهي المقدس، من خلال أمة تلاحمت وأمة تحابت بحب الرسالات السماوية التي نبذت العنف ونبذت كل أنواع القسوة، إنما مالت إلى ما هو متسامح إلى يومنا هذا. وأنا أذكر وكما سمعنا من أجدادنا ومن آبائنا بأن الحركة كانت قوية وماثلة في مدينة الكفر، والنبي الله أيوب وموطن إبراهيم، هذه الحركة التي استطاعت أن تجمع الكثير الكثير من العوائل المسيحية والعوائل اليهودية آنذاك والعوائل المسلمة والعوائل الصابئية كذلك، إذ تزور هذه الأماكن لتقديم القرابين أو الضحايا أو النذور بمناسبات، وكل على شاكلته وكل على موعده مع الله وكل على طريقته بحبه إلى هذا النبي، إنه نبي الله حسقيال ذو الكفل، نبي الله الذي أرست نبوته فوق أرض بابل في وطن العراق بلاد الرافدين. أنبياء الله جميعاً هم أنبياء الإسلام، لا نفرق بين أحد منهم، نقدسهم جميعاً. ففي نهاية العالم الله ما يفرق بين المسيحي والكردي والمسلم والعربي، كل إنسان على أعماله وعلى أفعاله وعلى أخلاقه. نحن في العراق نعيش أسرية مع إخواننا المسلمين في بحبوحة كاملة، ولا نفرق بين مسلم ومسيحي، سواء أن الكل هم عراقيين. الآن إحنا مو بس جايين نزور مرقد ذو الكفل، بل راح نذهب لكربلاء ونجف وإن شاء الله الكاظم، وإحنا من منطقة الكاظم أيضاً، والمسيح ويانا. الله أكبر الله أكبر. رياحا وبيتا بكتير همد بار.